كان الموضوع واضح. يبدو أن الإدارة الأمريكية تعلمت من خطائها في العراق، لا تريد أمريكا أن تترك سوريا أو المناطق التي تم تحريرها من داعش دون إعادة تنميتها وإعادة تجهيزها للمدنيين لتكون جاهزة لاستقبال الناس مجدداً ولتكون آمنة فعلياً. يبدو أن العسكريين الأمريكيين فعلاً اليوم استطاعوا أن يستفيدوا من خبرتهم السابقة في العراق، ونتطلع لإنجازات جيدة. هنا في واشنطن الحديث يتناول العديد من التفاصيل حول الدعم المقدم من المجتمع الدولي، ليس فقط من الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة يبدو أنها سوف تكون هي العنصر الفاعل وهي المتعهد في إعادة الأمان وإعادة بناء المناطق المحررة من داعش شرقي نهر الفرات. أستاذ يوسف، يعني تحدث عن زيادة مدنيين بينهم دبلوماسيين، يعني هل نستطيع أن نعتبر أو هل يقصد أن هناك فتح قنوات دبلوماسية مع الشمال السوري؟ دبلوماسيين، هذا الكلام هو يعني معنى كلمة دبلوماسيين هو معنى كبير فعليا. غالبا الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية عندما تقوم بأعمال إعادة إعمار أو عمليات التنمية خارج حدودها تكون عبر مؤسسة اليو اس ايد أو المؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي تابعة فعليا في هيكلها التنظيمي إلى وزارة الخارجية الأمريكية. فعليا موظفي وزارة الخارجية الأمريكية يمكن أن نقول أنهم دبلوماسيين. كلمة دبلوماسيين لا تكفي، أو تصريح وزير الدفاع الأمريكي أن عدد من الدبلوماسيين سوف يكون في سوريا لا يعني أن هناك مثلا قنصلية أو هناك مثلا مكتب تمثيل أمريكي دبلوماسي كسفارة أو قنصلية أو من هذا القبيل، ولكن قنوات دبلوماسية قنوات دبلوماسية هي موجودة بشكل عام. حتى بالنسبة للقوات السياسية أو التمثيل السياسي الموجود في منطقة شرق الفرات، هناك حديث عن استحداث مكتب تمثيلي لهم في واشنطن. يحتاج الأمريكان أو يحتاج الفريقين أساسا لوجود تنسيق دبلوماسي وتنسيق سياسي وعسكري وأمني، وهذا يتطلب فعلا وجود وفود أو وجود مجموعات عمل مشتركة بين الطرفين، لكن لا يعني أو لا يمكن التنبؤ هل ممكن أن يكون هناك قنصلية أو مكاتب دبلوماسية رفيعة المستوى. نعم أستاذ يوسف، هل يعني الحديث الذي تحدث به وزير الدفاع الأمريكي هل هو رأي الجناح العسكري في الإدارة الأمريكية أم هذا ما يريده الجناح السياسي؟ هذا رأي الأمريكان فعليا بشكل عام، هذا الرأي الأمريكي بشكل عام في واشنطن. يمكن أن نقول أنه العسكري والسياسي في آن معا، لكن يبدو أنه من الواضح أن وزارة الدفاع الأمريكية والعسكريين في الولايات المتحدة يرغبون في أن يثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم حين ذهبوا إلى سوريا وأرسلوا الجنود الأمريكان إلى هناك لمحاربة داعش ليست فقط للمحاربة وللقتل فقط هي عملية عسكرية. يريد المسؤولين الأمريكان العسكريين أن يثبتوا أن الولايات المتحدة عندما تعمل خارج بلادها يجب أن تعمل على جميع المستويات لاستتباب الأمن. ويبدو أن الظروف الأمنية في المنطقة هناك تحتاج فعليا إلى قيادة عسكرية نوعا ما، بسبب الظروف الأمنية، بسبب الألغام، المتفجرات، محاولات التسلل. فأعتقد أن الدور العسكري الأمريكي سوف يكون هو القائد فعليا في المرحلة الأولى لاستتباب الأمن، وسوف يكون الدور الدبلوماسي والسياسي مترابطا معه لإعادة التنمية على المستوى المحلي كإعادة البناء، المياه، بعض الأمور الخدمية، والموضوع السياسي للتأكد من أن المناطق التي تم تحريرها من داعش سوف تكون مناطق ذات حكم مدني، ذات حكم عادل،
الناس الذين سوف يقومون يعيشون في تلك المناطق سوف يحصلون على الخدمات وعلى الحقوق المدنية. لا كما قلت قبل قليل، لا يريدون إعادة تكرير نتاج العراق وترك مساحات بيد مجموعات على حساب مجموعات أخرى. نعم، جاءت هذه التصريحات بعد الإعلان عن صفقة تركيا شراء أسلحة S-400 من روسيا، وأيضا جاءت بعد تصريحات أردوغان أنه لن يسمح بإنشاء ممر ما سماه هو إرهابي على الحدود الشمالية السورية. يعني كيف يمكن الربط بين هاتين؟ الرسالة واضحة لأردوغان، والرسالة واضحة من قبل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة. الولايات المتحدة تحاول دائما أن تكون على مستوى جيد دبلوماسيا، وأن تتعامل مع أحد الحلفاء في المنطقة وهو تركيا بمستوى جيد من الاحترام، لكن ودائما تحاول ضبط النفس باتجاه التصريحات التي يطلقها أردوغان بطريقة أحيانا تكون عشوائية وممكن أن تهدد فعليا وجود الأمريكي هناك. أعتقد أن الربط ليس بموضوع أردوغان أو لا، الربط هو هناك حديث في واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يعلن الاستراتيجية الأمريكية الخاصة في سوريا خلال أسبوعين، في الأسبوعين الأوليين من العام الجديد. لا أعتقد أن تصريحات أردوغان هي سبب خروج وزير الدفاع، لا، هو تحضير للاستراتيجية التي سوف يعلنها ترامب قريبا، كما فعل ماتيز سوري كما فعل ماكماستر حينما قدم استراتيجية الأمن القومي الأمريكي قبل إعلانها من قبل الرئيس الأمريكي. تصريحات أردوغان لا أعتقد أن أحدا بات يأخذها على محمل الجد هنا في واشنطن، هناك كثير من الأخذ والرد دائما، تصريحات متخبطة فيما يخص سوريا وبما يخص غير سوريا. فأعتقد أن الموضوع مرتبط أكثر بالإدارة الأمريكية ذاتها، ليس ما تصرح به تركيا أو ما تريده تركيا. نعم أستاذ يوسف، أيضا وزير الدفاع تحدث أن النظام إن حاول تعطيل خطط الأمريكا هنا في، يعني أقصد في الشمال، يعتبره خطأ. يعني كيف ستتعامل القوات الأمريكية مع هذا الخطأ؟ يعني هل من الممكن أن نشهد تنسيقا بين الطرفين؟ لا استبعد تنسيق ولا استبعد رد. ما صرح به وزير الدفاع البارحة، بعض القنوات أو بعض المحللين رأوه أنه تهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى حكومة بشار الأسد في دمشق. أنا لا أراه تهديد، أراه أنه وجهة نظر أمريكية، وأن الموضوع يجب أن يحل بهذه الطريقة. في حال بشار الأسد رفض أو حاول أن يدمر هذا الموضوع أو يكافحه فهو فعلا هو خطأ كبير. من الممكن أن يكون هناك تنسيق مع حكومة دمشق، لكن ليس الآن. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ترغب في وجود تنسيق على الأرض مع حكومة دمشق حاليا فيما يخص خصوصا إعادة الأعمار وإعادة استتباب الأمن وإعادة التنمية في سوريا. لكن هل ستقوم الولايات المتحدة برد عسكري معين في حال تجاوزت دمشق مثلا نهر الفرات إلى الشرق وقامت بعمليات عسكرية؟ حاليا لا أستطيع أن أقول أن هذا الشيء أو لا، الأيام القادمة ممكن أن تثبت ذلك. بس خلينا نكون واقعيين وعارفين أنه هذا ليس تهديد. إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تهدد يستطيع أن يقول أنه تهديد وأنه سوف نرد. هو قال أنه خطأ كبير، لم يهدد شام. ما كمان نحن نفكر أنه يلا إذا هجموا أو إذا حاول نظام حكومة دمشق أن يقوم بعمل عسكري معين في المنطقة الشرقية فإن الولايات المتحدة سوف ترد وممكن أن تدمر دمشق وبعض هذه الأفكار والبروباغاندا التي تأتي إلى بعض الناس في بعض التحليلات. طيب هل من الممكن أن يكون هناك تنسيق مع روسيا؟ التنسيق مع الروس سوف يتم، أعتقد أن هناك تنسيق مع الروس بكل الأحوال، وأعتقد أن التنسيق مع الروس سوف يكون عن طريق قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس سوريا الديمقراطي. هم سوف يكونون
فعليا اصحاب القرار واصحاب التنسيق بما يرضي او بما يعدل المسار الامريكي والروسي. المدهش او المميز في 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 شرق الفرات والقياده السياسيه والعسكريه الموجوده في تلك المنطقه انها لا تتبع سياسه دوله معينه، وهي تعمل دائما على تنسيق العمل مع الحلفاء على الارض لتحقيق انجازات محدده. وهذا اعتقد ما سوف يكون دور قوات سوريا الديمقراطيه او مجلس سوريا الديمقراطي او الحكومه الذاتيه الموجوده في الشمال السوري. هي سوف تكون على الارض، هي المنسق، هي صاحبه الدور الاكبر. واعتقد ان الولايات المتحده ترغب في ان تاخذ هذه القوات السياسيه والعسكريه دورها في تلك المنطقه، فضلا عن دخول الولايات المتحده في تفاصيل معينه. وهذا نوع من انواع الدعم السياسي الذي ممكن ان تقدمه الولايات المتحده الى تلك القوى السياسيه في المنطقه. نعم استاذ يوسف، يعني هناك تهديد دائم من قبل تركيا على الشمال السوري، كيف ستتعامل امريكا مع هذا التهديد؟ اعتقد ان الولايات المتحده لن تقوم بعمل او برد عسكري او عمل ناري الا في حال اصابه احد قواتها في 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 تلك المنطقه. الدبلوماسيه فعليا لم تنجح مع اردوغان، لا احد يستطيع ان يتنبؤ بما سوف يقوم به اردوغان. الدبلوماسيه الروسيه بان انها فشلت في التعامل مع طريقه تفكير النظام في تركيا مع حكومة الأك بارتي. أيضا الولايات المتحدة تعاني الكثير من المشاكل الدبلوماسية معه. الاتحاد الأوروبي، الناتو، دول الخليج العربي، مصر، حتى إسرائيل، حتى العراق، لا نستطيع التنبؤ صراحة ما سوف يقوم به. أعتقد أن أردوغان ليس لديه القوة الكافية لا سياسيا ولا عسكريا للقيام بعمل عسكري حقيقي في مناطق شرق الفرات. اعتقد ان تركيا سوف تركز اكثر على مناطق عفرين في الوقت الحالي، وهي مشكله الان مع الروس ليست مع الولايات المتحده فعليا.